بالنسبة للأمطار، مثل ما سمعنا من بعض الشائعات أن هناك أمطار غزيرة مشابهة لشهر نوفمبر خلال الأسبوع المقبل، الكلام غير صحيح ولا يعني لا صلة بأي معلومة علمية خاصة بالتنبؤ الجوي، إنما هي من أشخاص للأسف من الهواة اللي دائما يحبون يثيرون مثل هذه المواضيع اللي ثارت فقط الملاحظات على هذه المواضيع وإثارة الرعب. أنا أحس فيها الرعب لكثير من المواطنين، لذلك أنطمن الجميع أن أجواءنا يعني بعد نهار الغد خلال الأسبوع المقبل خلال يوم الثلاثاء حتى يوم الأربعاء أجواءنا تكون عادية ما فيها أي شيء، بالعكس انخفاض بالحرارة نسبيا بعد ما تكون مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومتوقع بعض السحب خلال الخميس المقبل، ولكن مثل ما قلنا ليس بما كما يعني دار الحديث أن هناك أمطار غزيرة كشهر نوفمبر. احنا متوقعين من الليلة يعني تزيد السحب، هناك فرصة أمطار، هناك غبار ونشاط في الرياح راح يصادف نهار الغد الخميس، ولكن خلال يوم السبت المقبل خلال انتخابات التكميلية أجواءنا تكون نسبيا مستقرة، هناك رياح معتدلة ولكن بشكل عام أجواء مشمسة، ما في هناك أي نوع من عدم استقرار الطقس، بالعكس الأجواء مناسبة للخروج خاصة بعد اللي هو راح يكون الغبار يوم الخميس وجزء من يوم الجمعة. إن شاء الله السبت أجواءنا تكون مستقرة بشكل عام.